بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية لكم الطيبة من قنواتكم قنوات SSC وكذلك عبر منصة شاهد في لقاء في أمي. هنا الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى، دافيد ألونسو يحب التقدم لنادي سبتة والتصويبة الأولى، وبينيا يعوض شتيغن في اللقط في المباراة اليوم. هنا الانطلاقة والخطأ على اللاعب الفريق في هذه المواسم، في آخر المواسم بقيادة بيب غوارديولا. هنا الكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، هجمة أخرى لكن الكرة بعيدة، عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية أو إلى ضربة مرمى. ممتازة، المرور الرائع جدا من رافينها، عرضية على القائم الأول، في انطلاقة ممتازة لنادي سبتة، عرضية البحث عن إلى مدينة سبتة. كرة مرمى وعبر اللاعب البرازيلي رافينها، إلى رافينها، خطأ على كيسي في اللقطة الماضية. في مجموعتين، كل مجموعة فيها 20 فريق، عند عيسار يحاول لعب العرضية، عرضية لكن التدخل من اللاعب إيريك غارسيا بالرأس في الأخير، الكرة سهلة والخطأ حاضر عند نادي. ممتازة من هيكتور، تقدم من بيليري للهدف الأول والتصويب الأولى والزيارة الأولى لبرشلونة من رافينها إلى خارج بوسكيتس حارس المرمى شتيغن وبوسكيتس وديمبلي بيدري فاتي وكوندي. هنا كرة ملعوبة على الجهة اليمنى، الانطلاقة من نادي سبتة، العرضية والكرة إلى خارج الملعب، التغطية كانت من على الجهة اليسرى، الانطلاقة من جوردي ألبا، عرضية، العودة من جديد لبدء الهجمة من حارس المرمى. كوفياس يشتت الكرة إلى الأمام، استلام ممتاز، الله على التقدم لبرشلونة على الجهة اليسرى، عرضية على القائم الأول لكنها سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى حتى الآن فرانك، لكن الكرة في الأخير عند حارس المرمى. إذن هداف الفريق في هذه البطولة بثلاثة أهداف، صاحب القميص رقم 9 رودريغو بالتحديد. برشلونة الكرة معه، لمنيرة بينية ممتازة لكن الكرة بعيدة عن القائم الثاني، موجود الكرة في داخل ال 18 لكن الكرة مقطوعة. توريس يتقدم للأمام، يلعب الكرة البينية لكن يسقط رافينها في اللقطة الماضية، تصل الكرة السهلة عند حارس الملعب. ما زالت الكرة عند غونزاليس على الجهة اليسرى، عرضية ممتازة، تدخل والكرة في الأخير إلى ضربة زاوية، الكرة في الأخير إلى ضربة زاوية بعد تدخل غارسيا، تصل العرضية على القائم الأول، نيتو راسية في الشباك الجانبية، كانت من هداف الفريق من رودري، رودري الذي يريد مفاجأة برشلونة. كقلب دفاع، نخلة جميلة للأمام، خروج ممتاز المباراة. هنا رافينها تقدم للأمام، عرضية من رافينها والخطرة الكرة لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب، خطيرة الكرة الماضية ليفاندوفسكي، الكرة ملعوبة على القائم الثاني، مقطوعة من دفاعات نادي سبتة والكرة في الأخير يبدو أنها سبتة، لكن هنا الكرة الانطلاقة من رافينها، الخطورة من رافينها والعرضية لكن يصل إليها متأخرا ليفاندوفسكي، يصل البولندي متأخرا في اللقطة الأمام، الخطورة لبرشلونة، الخطورة لبرشلونة، توريس لكن الكرة عدت من فران والكرة تصل سهلة عند النادي الكبير في إسبانيا نادي برشلونة. الأمام ممتازة عند رافينها لكن الاستلام يا رافينها، الاستلام لم يكن بالطريقة المثالية من رافينها، عدت من الكرة، الكرة مقطوعة من أيسر، واصل الكرة عند فرانك، فرانك كيسي يسقط يكسب معها الخاضية لنادي برشلونة، هل يأتي الحل في اللقطة الخطيرة؟ رافينها، رافينها، نعم رافينها يسجل الهدف الأول، ألم أقل لكم الخطر سوف يأتي من رافينها، الهدف سوف يأتي من رافينها، الحل يأتي من البرازيلي، أفضل لاعبي برشلونة في شوط المباراة الأول، يأتي من الحل بتسديدة رائعة جدا، رافينها البرازيلي واصل الكرة داخل 18، فرانك، فرانك يكسب الخطأ أو التسلل، يبدو أنه حاضر في اللقطة الماضية، التسلل على اللاعب روبن لافا، المتسل عند بابلو، بابلو توريس يصوبها، عرضية طويلة جدا، الكرة ما زالت داخل 18، الهجمة الأولى لنادي برشلونة لكن الكرة سهلة، هيكتور بيليرين على الجهة اليمنى، جافي إلى جانب فرانك كيسيه، وكذلك هذه الأسماء متواجدة في دكة بدلاء نادي سبتة، إلى فرانك رافينها يصوبها قوية لكن هذه المرة عدت بعيدة إلى خارج الملعب، يطالب معها في ضربة زاوية، فرانك يلعب الكرة، فرانك إلى ليفا والثاني ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثاني البولندي بعد الضغط العالي الممتاز الذي كان من فرانك والتمريرة الرائعة لليفا الذي ينهي على الجهة اليسرى توري، لكن الكرة
مقطوعة من لونا. الخطورة لليفا، يحرك الكرة ليفا عند مبكرا، الكرة عندك يصوبها قوية لكن كرتها إلى خارج الملعب، كرة فرانك إلى خارج الملعب. ممتاز اللقطة الماضية، التصويب في الجهة الأخرى عند توري، يلعب الكرة تصويبة لكن هذه سهلة سهلة، الكرة كانت من فيران. المتقدم حتى الآن بالنتيجة على ريال مدريد. اليمين يعدي غارسيا، يفكر بلعب العرضية غارسيا لكن التدخل من جوردي ألبا إلى ثابتة، ضربة زاوية يرسلها نيتو، غونزاليس بالرأس لكن كرته عدت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. عدت الكرة ثاني وتوج مع بداية شوط المباراة الثاني الهدف الثاني الذي أتى من ليفا. ألونسو يتقدم، إيمان الكرتة عند ليفا، فينها للثالث عرضية لكن لا وجود لأحد، لكن يفضل لعب الكرة عند فيكتور بيلين. هيكتور لمر يعدي نيتو يصوبها لكنها بعيدة جدا، مثل هذه الكرات صعبة جدا. الانطلاقة من نيتو على الجهة اليسار، عرضية ممتازة والتألق من حارس المرمى، التصدي ممتاز كانت الكرة. اللاعب الشاب يتقدم للثالث، نعم للثالث، يسجل ثالث الأهداف أنسو فاتي في مشوار فردي ممتاز، يسجل معها الهدف الثالث. نعم استمر الحال على ما هو عليه. رافينها إلى جانب هيكتور بيريلين، يلعب الكرة عرضية، فرانك للرابع كيسي يسجل الهدف الرابع، رباعية كبيرة في أرض سبتة، رباعية مستحقة ليفا للخامس، ليفا والمرور وليفا يسجل الهدف الخامس ويقسو على سبتة في أرضه، وخماسية تتكرر بعد أكتوبر 2010، تأتي الخماسية الأخرى هنا في أرضية ميدان سبتة، 5 أهداف مقابل لا شيء. ليفا طبعا نخلي بالنا الاخر طبقه ما تكونش مدهونه ولا اي حاجه خالص عشان دي اللي هنفرد عليه، لو دهنتيها طبعا النشابه هتلزق فيه. انا بوريكم حجم الصينيه، طبعا انا عامله في الصاج، الصاج ده حجمه كبير اكبر من الصينيه العاديه. طبعا بشيل العجينه زي ما هي على بعضها وبحطها بعد الصاج ما بيسخن على بعض زي ما احنا شايفين، واول ما بلاقيها كده غيرت لون وصفرت كده زي ما احنا شايفين ببتدي افصل الطبقات عن بعضها، هي بتفصل لوحدها من غير اي مجهود ولا اي حاجه خالص. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان الناس اللي عايزه الفيديو مختصر، لو انتوا عايزين الفيديو براحته هتلاقوه برده موجود على القناه. طبعا زي ما احنا شايفين، وبتقدري تعملي الاحجام اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير. طب لو انت حابه تنشفي فيه ومش عايزاه يكون طري، بعد ما بيفك معاكي واحده واحده بتقدري تحطيه تاني في قلب الصاج كده وتسيبيه على نار عاليه شويه لحد ما ينشف معاكي. لكن انا حابه النهارده ان انا اعمله طري، وزي ما احنا شايفين طري وزي الفل.